يجب أن يصير عقيدة عندك، وتعلم أن ربك أكبر. فإذا خفت فالأمن عند الأكبر، وإذا رغبت في قضاء الحاجة فاقصد الأكبر، وإذا توكلت فعل أكبر، وإذا سألت فالأكبر، وإذا أويت إذا طلبت ركنا تأوي إليه فالركن الشديد هو ركن الأكبر سبحانه. فإن كل كبير إذا أضيف إلى الأكبر فإنه يتصاغر ويتضاءل حتى يصير لا شيء. فعلام إذن إذا نزل بك ما يخيفك وما يشغلك وما يشوش ذهنك وما يغم قلبك، دارت عينك يمنة ويسرة تبحث عن الكبراء وتغفل عن الأكبر، أنت تقول الله أكبر فاقصده لحاجتك هو سبحانه. إذا كنت تعتمد على إنسان فتركك فاقصد من لا يتركك، هذا الأكبر وهو شارع لك بابه ولم يسدل عليك حجابه ولا أغلظ دونك بوابه، ما هذا لك وطاء وفتح لك بابه وناداك عندك الحاجة أقبل، هل من داع، هل من مستغفر، هل من كذا، هل من ومهما كان لك من الحوائج لا يتجر منك ربك، لا يتجر ولا يمل ولا يقول سألتني في الصباح تعيد تسألني في المساء، وسألتني أمس وقضيت لك هذه يفرح بك إذا دعوته وأتجر منك إذا دعوتني، فتقصد أمثالي وتتركه الأكبر. سأل الله تعالى أن لا يخلينا إلى أنفسنا، أن لا يكلنا إليها. سأل الله تعالى أن يرزقنا العزة به. هذا معنى الله أكبر، ينبغي أن تكون عقيدة في القلوب ليس كلاما يلاك بالألسن لا حظ له من حياة الناس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.